دكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسيه والكاتب والمفكر السياسي. دكتور محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا طالما اهلا بيك. شكرا جزيلا استاذ ناشئ. طبعا انا بتفق تماما مع حضرتك، احنا يعني بصدد تحولات كبرى في اقليم الشرق الاوسط. يعني هذا الاسبوع مر عام على احداث 7 اكتوبر او طوفان الاقصى، أطول حرب فلسطينية إسرائيلية عربية إسرائيلية، أطول حرب في منطقة الشرق الأوسط. هذه حقيقة. البعض قال دي فرصة الحقيقة يعني لتقييم ما حدث والوصول إلى نتائج بشأن هذا الأمر. أنا شايف الحقيقة من المبكر تماما الحديث عن نتائج 7 أكتوبر، لأن المشهد لم ينتهي بعد، والمشهد سيستمر معنا لفترة طويلة من الزمن. وما بدأ يعني بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر بخصوص غزة، ما يحدث الآن هو مخطط، ومخطط منذ عدة سنوات. والطريقة اللي بتتعامل بها إسرائيل مع جنوب لبنان وحزب الله دي خطط موجودة على الأرفف قبل 7 أكتوبر، وبين قد إيه السهولة يعني في التعامل مع حزب الله. وأنا أعتقد الخطوة القادمة أيضا امتداد هذا السيناريو سيتعلق بإيران. إذن يعني نحن بخصوص مشهد ممتد سوف يكون له نتائج استراتيجية كبرى على منطقة الشرق الأوسط. ولكن يعني ممكن نقول في إرهاصات لهذا الشكل الجديد. الجديد، أو في عدد من الأمور سنحتاج أن نتعامل معها. أول هذه الأمور يتعلق بإسرائيل. بالتأكيد كل ما حدث منذ يعني 7 أكتوبر بيصب في مصلحة، مش عايز بس أقول إسرائيل من ناحية الاستراتيجية، ولكن بيصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف. ما حدث قدم هدية كبرى لتمكين هذا اليمين وسيطرته على الحكم لسنوات قادمة. طب ما هو هذا اليمين وعلى رأسه نتنياهو؟ يعني وارد أنه عندما تهدأ الأمور قد ينتهي نتنياهو، ولكن هناك جيل كامل مثل نتنياهو الآن يحكم في إسرائيل وسيحكم في المستقبل. هؤلاء الأشخاص لا يؤمنوا بأنه في حاجة اسمها شعب فلسطيني، ويروا أن القضية الفلسطينية قضية مختلقة، والأمة الفلسطينية أمة مختلطة، وبالتالي ليس لها حق تقرير المصير، وبالتأكيد ليس من حق الفلسطينيين إقامة دولة. هذا التيار يؤمن فقط بالقوة، وأن يعني أن الحرب هي التي تؤدي إلى نهاية الحرب. يعني لو عايز استقرار تصل إلى هذا الاستقرار عن طريق الحرب، من خلال الحرب ومن خلال القوة العسكرية. هذا الفريق يؤمن بالسلام، ولكن سلام مبني على قوة إسرائيل وقوة اقتصادية لعدد من الدول العربية. ده الوصفة بتاعته بخصوص السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق الآن وضع حقائق على الأرض، سواء في غزة وأيضا في جنوب لبنان، سوف تجعل الأولوية في الفترة القادمة بعد توقف لموضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة ولجنوب لبنان، وبالتالي لن يكون هناك يعني حديث عن القضية الفلسطينية. يعني أنا لا أعرف من فكر في أحداث 7 أكتوبر كان يعني يوصله خياله إلى مثل هذه النتيجة. فده الحقيقة الجانب الإسرائيلي. الجانب الآخر الحقيقة برضو مهم جداً، هو وضعية القوى الكبرى في المنطقة. يعني منطقة الشرق الأوسط كان دائما القوى الكبرى لها نفوذ وتأثير في المنطقة. هذه الحرب أوضحت أولا
ضعف الدور الأمريكي في المنطقة وتناقضه وشلله وحتى افتقاره إلى القدرة الاستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة. يمكن قلت في الحلقة اللي فاتت كده سريعا أنه أثناء حرب أكتوبر لما كان كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي تعامل مع حرب أكتوبر ومجرى العمليات العسكرية بأنها يجب أن تؤدي إلى مسار سلمي، فلا يجب أي من الأطراف المتحاربة أن تخرج منهزما انهزام كامل أو منتصرة انتصار كامل. كان هناك رؤية استراتيجية لما بعد العمليات العسكرية، لا توجد هذه الرؤية عند الإدارة الأمريكية، ولكن سلوك متناقض تماما. يقول إنه هدف القوات الأمريكية في المنطقة هو الردع، الردع بمعنى عدم قيام حرب، عدم توسع الحرب. إسرائيل تلتقط هذا الخيط وتفسر وجود القوات الأمريكية بأنه يشجعها على المزيد من الحرب. فلأول مرة كان كاتبه في مقالة في الأهرام النهاردة، الردع بدل ما يؤدي إلى الهدوء، الردع يؤدي إلى المزيد من الحرب. لكن الملفت أيضا هو غياب القوى الكبرى الأخرى. يعني احنا قاعدين نقول النظام متعدد الأقطاب، يعني مثلا في لم تظهر تلك الأقطاب خالص في حرب أكتوبر مثلا، كان الاتحاد السوفيتي، أساطيل أمريكية بتتحرك، يتحرك تهديد الرعب النووي. أنا بقولش حتى مسألة تقديم أسلحة للأصدقاء في هذه الأزمة، حتى الأصوات السياسية خفتت ولا توجد حتى يعني إيه يعني عملية لانتهاز ما يحدث. بمعنى يعني الصين لها مصالح كبرى في منطقة بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي، وهناك أساطيل أمريكية كانت موجودة تحركت إلى منطقة الشرق الأوسط. هل سعت الصين لملء هذا الفراغ أو حركت قوات مثلا؟ فبالتالي الولايات المتحدة تقول والله بدل ما بعت الأساطيل بتاعتي لحماية إسرائيل، لا أنا هخليها موجودة هنا على الإطلاق. فبيبين قد إيه الحقيقة يعني أنه لا، هذه المنطقة لا يوجد فيها تأثير للقوى الكبرى، وبالتالي هي تحول زي ما قلنا قبل كده من العولمة وتأثير إلى الإقليمية. هذا الإقليم من سيحدد مصيره هو القوى الإقليمية الموجودة. أنقل سريعا إلى إيران. بالتأكيد إيران أيضا ستخرج ضعيفة من هذه المعركة، لأنها أولا يعني ستخسر حلفائها وكلائها يعني. لكن هذا قد يسرع الإرادة الإيرانية لامتلاك سلاح نووي. فتخيل برضو منطقة الشرق الأوسط بها إسرائيل نووية وإيران نووية. أي نوع من الضغوط والتفاعلات ستترتب على هذا؟ معادلة من القوم تتغير تماما. بالإضافة طبعا أنه يعني الحرب دي بشكل كبير جدا أوضحت ضعف النظام الإيراني، والنظام الإيراني من الداخل يعني أحد أسباب عدم رغبته في التصعيد، أنا بأرى يعني أنه مشروع الثورة الإسلامية اللي بدأ 79 انتهت صلاحيته خلاص، أوكي، وبالتالي لا يريد أن يدخل في أي مواجهة قد تؤدي إلى إسقاطه. تمام. الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية كما ذكرت يعني بالعكس القضية، أنا رأيي في تعاطف مع الرأي العام الغربي الشباب، ولكن أنا أعتقد القضية الفلسطينية ستخرج في نهاية الأمر خاسرة. بس التعاطف تعاطف مؤقت، تعاطف مؤقت انفعالي بنفس فكرة التيك توك يعني سريعا وخلاص. يعني رجعت المظاهرات تاني في الجامعات الأمريكية، لكن تأثيرها على عملية صنع القرار ما زال محدودا، وزي ما قلت إسرائيل خلقت وقائع على الأرض. إذن يعني نحن بصدد مشهد كبير، تحولات استراتيجية كبرى. المسألة لم تعد يعني تتعلق بحماس وحزب الله واتفاقيات هدنة وده الحقيقة محتاج مننا بقى تفكير كبير. ما هو تصورنا لشكل هذه المنطقة وما هو دورنا فيها؟ ده السؤال المفصلي. طيب.